مش عارف الوقت السيد بغى يقول داكشي انت يا سبحان الله العلا. أسير أسير عاود عاود أسير عاود عاود اختي هذه فاطمه الزهراء كنشوفوك في التليفون اختي. الله يرضي عليك اختي. الله يطول لي عمرك. الله يبارك. صافي شكرا. وشوفوا الى بان لكم هذا السيد هذا الله يجازيك بخير. هذه المهمه مسكينه راه كتقلب على وليدها. تنعطيكم تنتوما باش. اذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في هذا البث المباشر. اليوم الثاني مباشر غادي نديروه بحث على مختفي وتقريبا نفس الظروف ونفس الملابسات ونفس النهار اللي تختفوا فيه بجوج. الشاب اللي عنده 25 سنة واللي كيسكن في منطقة بورنازيل واللي عنده واحد تأخر ذهني وكان خدام في مصبانة ومن المصبانة خرج نهار 2 وما عرفوا عليه حتى حاجة اليوم. وهذا الشاب هذا اللي العمر دياله هو في الأربعينات واللي مسكين خرج هو من نهار 2 غير هذا مسكين عنده تأخر ذهني اللي هو كبير ما تيعرف مسكين ما يعرفش يوصل حتى في الجوع يقول العباد الله ما يعرفش يقول الناس تعطيوني ما يعرف حتى شي حاجه. دائما مهمته اللي كانت مقابلاه واختفى من منطقه الرحمه يوم الاثنين حتى اليوم مازال ما لقاتوش المهمه ديالو. السلام عليكم الحبيبه ديالي. وليدك هذا هاو الحبيبه ديالي ولدي. اه قلبت خلص فين مشيت وما لقيتوش. مريض مريض عنده مرض ذهني وعنده توحد وما خليت فين قلبت ما خليت فين جريت ما خليت سبيطارات ما خليت حتى من الموتى دخلوني اليوم قبيله بميريز وشفتهم والو ما كاينش. واخا واش كيعرف يقول انا ساكن في البلاصه الفلان الفلانيه؟ يقدر يهضر يقدر ما يهضرش ما يهضرش كاع يقدر يسولوا الواحد ما يجاوبوش يقدر يجاوبوا ماشي شي حاجه مؤكده ولكن ما عمرو بات برا ما عمرو فرقني ما عمرو فرقني. واش هو يتزاد هكا؟ اه تقريبا زاد هكا ولكن زاد دابا زاد من بعد زاد في المود ديال با زاد كثر. اه يا حبيبي انت توفى بو في 2001 مات بو 2001 يعني مده 2001 وتزاد عليا الحال في 2001 ملي مات بو تزاد عليا الحال كثر من اللي كان فيه. كان معلق به بزاف معلق به ومعلق بيا انا ما كنتفرقش انا وياه انا حيت خوتو تزوجوا كلهم انا اللي بقيت انا وياه هو اللي بقى معايا. دابا انت هزه همو كتقولي حتى انا اللي كلشي دابا ما تخدميش بقات ما يخدم ملي كنت مجيه تاعها كندخل تيقلب لي الساك ديالي شنو جايبه لي كنجيب لي عصير كنجيب لي كيكه ولا كرواسون المهم كنت فاش تخدمي المهمه وانا اش كندير كنت خدامه بنتي دابا عا كنبيع ونشري برا في عين ديالي. انت اللي هزاه وانت اللي هزاه اللي هزاه بدواب كلشي دوايا ودوايا حتى انا عندي الضيق تنفس كنستعمل رابوز وعندي طانسي وعندي المهم حط عليه الراس وحط على الكراس حط عليه الراس حط عليه الراس دابا ما كنقدرش ندخل للدار هو ما كاينش كنبقى يعاون بدي على القلب. واش فايت توضر لك شي مره؟ لا ابدا عمره ما كيخرج حياته كامله عمره تيخرج كيخرج يدور يمشي حتى الولف على رجليه ويرجع حتى الولاد احمد حتى الفتحه يمشي للمشروع يمشي كلشي حتى مولين الصطافيطات اللي كاينين تما كيعرفوه حيت ديما دايز خارج معروف معروف ملي مشيت للكوميسيريه البارح كلهم تيقولوا لي راه كنعرفوه ما تيضرب ما عنيف ما حتى حاجه يشيل يشدوا الواحد في الشارع ويضربوا ما يجاوبوش يضربوا الواحد وما يجاوبوش خرج نقي في الحاله ديالو ماشي شي واحد اللي باينه فيه مثلا. لا 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 لا, لا لابستو لابس تريكو ابيض وفيه الاحمر وفيه الرقم 10 اللور عزيز عليا هذاك بحال التوني كيعجبو وكيعزز عليه واحد الصنداله حمراء ديال الميكا خفيفه كيلبسها حمراء ولابس سروال ديال السيرفيط بلومارين وفيه الابيض ملي خرج خرج نقي دابا لا تكرفص بزاف. كنتي في الدار فاش خرج؟ ايه انا شنو قال لك فاش خرج؟ شنو قال؟ صيفطو جيب الفطور صيفطو جيب الفطور عطيتيه ديال الفلوس 50 درهم ايوه عطيتو 50 درهم وصيفطتو وكيدي نعطيه حتى 4000 يديها لمول الحانوت ورد لي الصرف ويديروا لي في كاغط ويجيبوا لي. مول الحانوت مشى عنده؟ مشاش عنده قال لي ما جاش لعندي. مشيتي سولتي مول الحانوت دار الكاميرا تقلبتيهم؟ لا لا ما جاش لعندو نهائيا قال لي ما جاش كاع شرا الخبز عرفو مزيان ما جاش. شكون اخر واحد شافوه في الدرب؟ ما شافو حتى واحد شفتو انايا والكارديان قال لي رشتو ملي كان غادي يجيب الخبز ملي غادي مسخر قال لي رشتو من تيجا قال لك شد شافو بقى غادي ما داماش الخبز قدامنا غادي يخرج مع الدريبه ويدور صافي بحال من بعد حتى شي واحد ما شاف من تما ما شافو حتى واحد كنقلب ما شافو حتى واحد نهائيا. شافوا واحد الدري في المدينه هنا جينا نقلبوا البارح بالليل حتى الوحده ونص ديال الليل وحنا هنايا قال لك شفتو ولكن ما متاكداش ما متأكداش واحد شافو تما حدانا قال لي حتى 7:30 ديال العشيه شفتو في الفتح 3 حدانا تما أيه؟ واحد الدري قال لك راه شفتو في الفتح 3 مع 7:30 ديال العشيه ولكن ما متأكداش غير تيقولوا قالوا لي ولكن تيقولوا دابا ملي كتوريهم تيقول لك هذا نقدروا نكونوا شفناه يعني يقدر يكون هو يقدر يكون الشبه ديالو وهذا الولد قال لك شفته راه حيت هو الولد تيعرفو قال لك ديما كيدوز عندي ايوا ملي كيعرفو اذا شافو قال لي شفتو في الفتح 3 مع 7:30 عمره توضر
ابدا ما كيديش ما كيديش مع التليفون لا والو ما كيهزش لا كارت ديالو ما كيهزش هذا هو الغلط اللي كديرو الحبيبه ديالك كيبغي راه يلوح عليا انا صوبت عليه جوج المرات لا كارت لا بحال هكا غير شي براسلي ديال الميك كتكتبي ليه فيها سميتو ما يخليش ابدا الحوايج وخنعرف راسك عليه في الحوايج سيتو كوبي تنديرو ليه في جيابو ديال لا كارت وكيحيدو كيلوحو ما كيخليش عنده كنجي نقلب جيابو ما كنلقاهمش سبحان الله العلي ما يخليش ما عنديش ما يقبلش داك الشيء ما بحال هكا كنت تخلي عنده الفوتوكوبي ديال لاكارت ولا هذا راه اللي لقاه حوايج اللي كيلبس يجي البيت ولا ما عجباتوش ولا ما بقاش بغا ولا يشد ويلوحها من الشرجم تنجي نقلب على الحاجه حالو حوال مسكين حالو حوال شنو سبابو تتزاد هكا ما عرفتش بنتي هو كان ها عطلتي فيه في الولاده يمكن ماشي هذاك هو ما كانش باين فيه في الاول حنا كان تيمشي للمدرسه تقول لنا الاستاذه ولدكم تيدير تيدير حنا كيسحبنا عقباحه با الله يرحمو تيضربو داك الشيء كنقولوا داك الشيء كتقولوا الدري راه كيف يقود القباحه ما هو يا مسكين التوحد اللي كان اللي كيدير ما كيديروش خوتو حنا كنبقى نضربو اكثر يا انا كان يا ربي تسمح ليا كنت كنضربو فاش كان صغير تنقول هاد لبسه على خوتك ما تيديروش هكا علاش انت كدير هكا ما كنتيش عارفه راه مسكين فيه التوحد راه مريض راه مش عارفه راه سميتو حتى بدا كيكبر عاد بديتو تعرف حتى كيكبر عاد بدا تيعرفني انا جات واحد السيده كنخيط ليها كنقول لها هذيك الساعه كنت كنخيط مدام حفوظي دكتور حفوظي هي اللي قالت لي ولدك راه مريض هي كاع اللي قالت لي في الاول مريض هي فاش هزيتو ديتو عند الدكتور هنايا في واحد الشارعه وانا ديال المرض النفساني ويقول لي قال لي واش خدامه قلت لي لا رباه يلاه مات وقال لي واش انت خدامه واش هادي قلت لي نديرو صافي مع الدراري كلهم هذيك الساعه باقيين صغار وداك الشيء قال لي راه واعر عليك اختصاصي ديال هذا راه واعر عليك عمر لي بروم صيفطني ل 36 بقيت متبع لي ب 36 سنين عمرو نعس ب 36 لا خرجوا لي النعاس ملي ديت لواحد السيده فاطمه الزهراء الا كانت كتسمعني الله يجازيها بخير قالت لي غتنعسي ولدك انا غادي تكملي عليه هذا تكرفصي قالت لي ولدك باقي صغير غادي عاد تكرفش ملي قالت لي شدي دوك الوراق حداها مناش من ناحيه ديك السلعه قالت لي الواق اخرى يلتال داخل غادي قالت لي شي حوايج شي حوايج قالت لي كدار لداخل ما تصورش لك على بال هذه كانت خدامه معاهم دكتوره دكتوره هي اللي دوزات لي وانا كنت غتسيني لي النعاس قالت لي انا ما غنديش لداري قالت لي انا غنسيني لك وغادي يدخل ينعس ولي قالت لك النصيحه ديالي قالت لي ولدك غتدخلي غتكملي عليه راه كاين شي حوايج كيوقعوا في السبيطار ما يجوش ديك الساعه طبيبه ديال المستشفى الامراض العقليه والنفسيه قالت للسيده ما ننصحكش تدخلي ولدك ينعس تما راه غادي عاد تزيدي تكملي عليه حيت فعلا تنعرفوا ما عرفتش لا حول ولا قوه الا بالله كملي عليه قالت لي انا من الاحسن خذي الدواء ديال ولدك وتبعي صافي قالت لي قطع دوك الوراق والحتم وصافي خذي اللهم وليدك يدا وحدك وشرب معايا ما كنتفرقش عليه كان صافي ملي ما كيبغيش يمشي يضرب لي البرا ولا ما كيبغيش رويسك على رويس وتحطي عليه الراس وحطي على كان ما كيبغيش يشرب لي الدواء ولا ما يبغيش يضرب لي البرا كنجيب البوليس الدراري كيجيو من الدار يديو لي يضرب البرا ويرجعوا لي والله يخلف عليهم كنحيوا السلطات الامنيه على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها مع هاد المختلين العقليين كيديو لي كنضرب البرا وكيرجعوا لي الله يجازيهم بالخير الله يرحم ليهم الوالدين الله يرحم ليهم كيديروا واحد الخدمه كبيره وتنشوفوا بزاف ديال رجال الامن ولا السلطات المحليه ولا القياد ولا اعوان السلطه فعلا تيمشيو لعند هاد المرضى النفسيين وكيهزوهم حتى المستشفى تيدقوا لهم البرا ولا تيعطيهم الدواء كيعاودوا يرجعوهم كي دايره حالتك دابا بلا وليدك اويلي بنتي ما تندخلش للدار هي مرت ولدي دابا انا راه عطاش الجنويه مسكينه هي واختي ما مخليهم الصباح وانتم في الزناقي كتقلب البارح حتى لوحده ونص حنا هنا في المدينه ومشينا تما اختي كتقول لي دخلي راه الزنقه خوات كنقول لها لا يلا نمشيو للمشروع يلا نمشيو هنا يلا يكون قلت لها نقول لها يكون ناعس حدا شي بلاصه ولا فوق شي كرسي ولا هادي ما ولا يتكرفصوا عليه ولا بيت الليل كله لابسه جلابيتو دار يدي وكنبكي الليل كامل اختي كتقولوا لي عينيك تنفخوا ما بقيتش قاد الدموع ما بقاوش عندي كنبكي بالليل وبالنهار ملي مشى ما سكت من الفكا ملي مشى بنتي ما سكت الله يسمح لينا من الوالدين وانايا كان مخلي تسقنت ودابا ملي دخلت نقول ولا دابا البارح تيقول لي صافي راه غنمشيو نلقاوه في الدار عير دخلنا للدار ما لقيناش صافي يا دارت بيا ما بقيتش بغيت نسكت ولا نبرك في الدار الله يفرجها لك الحبيبه ديالي الله يفرجها لك وتلقاي وليدك ان شاء الله دابا راه مشينا للسبيطار تيطمن الليل مشينا للكوميسريه ما خليت حتى كوميسريه مي رزقوا دابا الانعاشات كلهم قلبتهم تساعدوا معايا الله يجازيهم بخير حتى هما يدخلوني تساعدوا معايا قلبت دخلوني لبلاصه الموت ما كاين والو ما خليت فين مشيت وما ولدي مثلا وما لبشي غبر كنقول عنده شي حاجه عند كل شيء تيقلب وما كاينش كلشي الجيران تيقلبوا الناس اللي كيعرفونا تيقلبوا الدراري في فتح اربعه تيقلبوا وما كاينش الكارديانين كياخذ من عندهم الكار وداك الشيء ما شافوش تيكمل البارح ما كانش تيكمي وبلا وليا الدراري كيحش الكار ولا لا 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 بنتي على الكار ما كانش الكار ما كيكميش على الدراري ولا الدرب اللي عطاهولي الله يهديهم شحال عنده دابا من عام
دابا عنده 43 عام زيد في 81 زيد في 81 ودابا ملي تشوفيه ما عندوش ذاك القياس ديال تقولي عند شي ولد عنده شي 12 عام ولا عير شي باللي باين ليه في راسه شويه اما هو قصير ورقيق رقيق تقريبا اللي في الطوله ديالي ورقيق ديالو ديال دري عنده 12 عام ما انا حقا ندير ما ديال الطفل تاداته ديال قولي لي شي واحد عنده 10 سنين ولا 12 الله يفرج عليك الرقم ديال الهاتف اللي بغى يتصل بهاد الناس واللي شاف هاد الوليد هذا منير منير اللي شاف منير عافاكم يتصل ب 06 70 47 75 24 06 54 66 26 41 غنعاودوا نقولوا الرقم 06 70 47 75 24 أولا 06 54 66 26 41. إذا هذا هو الرقم ديال الهاتف اللي بغى يتواصل مع هاد الأم هادي. والله يسمح لينا من الوالدين، راه وليداتكم واخا يكون دابا شحال من واحد تيقول وهذاك غير حمق وهذا غير هادي، ولكن الله يسمح لينا من الوالدين، راه الكبدة راه الساكنة الظل ما كتهنيش، الهلا يقرح فينا كبدة والهلا يشوي فينا كبدة. مشاهدينا الكرام، كنخدم بالليل تينا الصباح تيفيقني تيقول لي ماما اعطيني جيب الخبز اعطيني باش نشري الكارو، كنعطيه 300 ريال ديال الكارو وكنصيفطو يجيب الخبز ونطيب ليه الفطور، ملي كندخل كنطيب ليه الفطور كنديرو في الطابله تنغطي عليه كيمشي يجيب الخبز ويفطر ويمشي يجيب الكارو ديالو ويبرك، ما تيخرج ما تيقول شي واحد عطيني. أدي ما هو عنيف أبدا أبدا، دري صغير إلا ضربو ولا ما يجاوبوش، دري كبير أي واحد دارو ما تيجاوبوش. الله يفرج عليك الحبيبة ديالي، الله يفرج عليك. إذا مشاهدينا الكرام نختم معكم مباشرة على أمل أن نتلقوا بكم في بث آخر بإذن الله، إلى اللقاء.